ويا هلا والله بالجميع، معاكم الوجيه، كيف حالكم يا جماعه؟ ان شاء الله تكونوا دائما بخير وصحه وعافيه. عزيزي يلي تسول لك نفسك انك تتابع مسلسل هاوس اوف ذا دراجون بجودات رديئه، انا عندي سؤال واحد بس، كيف سولت لك نفسك انك ترتكب هذا الجرم؟ كيف سمحت لعيونك انها تشوف واحد من اعظم المسلسلات، اتوقع انها تكون من اعظم المسلسلات واللي راح يكون من اعظم المسلسلات، انك تشوفه بجوده كذا تعبانه؟ لا لا جدي يا جماعه، حلقات المسربه فوضى، اسحبوا عليها، اسمعوا كلام. عموما يا جماعه انا عاده صراحه اتابع الحلقات على جوده 1080، يعني 1080 كحد ادنى، ما في اقل 720 لا 400 ومدري كم، لا 1080 اقل شيء. بس اليوم قلت لا يا ابوي اسمع، خليني اجرب اتابعها 4K. صح انها ثقيله، صح انها بتاخذ وقت لين تنسحب، بس يلا مو مشكله. بس اوف يا عيال، اوف يا عزيزي الوجيه، انها لمتعه بصريه من نوع اخر، انك تتابع الحلقات بجوده 4K. انصحكم يعني جربوا تتابعوا الحلقات بجوده 4K. تفاصيل التفاصيل، اشياء كثيره طلعنا ما نشوفها في 1080. وكمان بعيد عن الناس الزعلانين في تويتر، في ناس كذا مسوين زحمه في تويتر، ليش الموسيقى حق جيم اوف ثرونز هي نفسها موسيقى آلة التنين؟ يقصدون الموسيقى المقدمه. والله شوف يا جماعه، من وجهه نظري يعني اعتقد ان الموسيقى الجميله هذه اللي عرفناها في جيم اوف ثرونز وعادت لنا برضو مع هاوس اوف ذا دراجون ما تمثل جيم اوف ثرونز فقط، قد ما هي تمثل وتعبر عن هويه عالم اغنيه الجليد والنار بشكل عام. يعني انت متوقع انه اتش بي او اللي دفعوا مئات الملايين علشان يسووا هذا المسلسل ما هم قادرين انهم يسووا موسيقى خاصه لهذا المسلسل؟ بالمنطق يعني يقدر، بس انه الفكره انه هذه الموسيقى تعبر عن هويه عالم اغنيه الجليد والنار بشكل عام، مش فقط جيم اوف ثرونز ولا فقط هاوس اوف ذا دراجون. ولا تشغلوا بالكم يا جماعه في الامور البسيطه هذه، شوفوا المصايب اللي شفناها في الحلقة الثانية اليوم. طيب يا عزيزي الوجيه ويا عزيزتي الوجيهة، اليوم وصلت الحلقة الثانية من مسلسل هاوس اوف ذا دراجون، المسلسل اللي مكسر ام الدنيا والسوشيال ميديا، واللي بدأت للأمانة ترسم لنا تفاصيل وملامح أكثر عن القصة وعن توجه الشخصيات الرئيسية أو الشخصيات اللي ظهرت معانا في الحلقتين هذه. بدأنا نعرف الطيبة منها والشريرة، اللطيفة منها واللئيمة، الواضحة والغير واضحة منها. حلقة للأمانة أضافت للمشاهد الكثير من المعلومات، من صرخات المصابين على الشاطئ وبطش الكراب فيدر وجيشه فيهم، الى جروح الملك فيسيريس صعبة الشفاء بسبب كثرة جلسه على العرش الحديدي، من خيانة ديمون اللئيم والمخيف وسرقته لبيضة التنين، والمحاولات البائسة والتعيسة من لورد كورلس وزوجته في تزويج بنتهم ذات ال 12 عام الى الملك فيسيريس اللي يكاد يبلغ من الكبر، ومن طيران الأميرة رينيرا بتنينها إلى الدراغون ستون، وإلى خطبة صديقة عمرها ورفيقة دربها الأميرة أليسن. واعتقد يا جماعة الآن بعد الحلقة الثانية، من ثاني حلقة، نقدر نقول ان اوتو هاي تاور انسان جدا جدا داهية وخبيث اللعنة. خلاص اوتو هاي تاور هذا حطه تحته كده 100 خط، الانسان هذا خطير. حلقة خبأت لنا العديد من الصدمات، واعتقد الآن صرنا عارفين وين توجه معظم الشخصيات وفي اي صف يكونون، او على الاقل عرفنا ايش اهداف معظم الشخصيات اللي تعرفنا عليهم الى الآن. طيب يا جماعة، الأميرة رينيرا عندها حلم بسيط، حلم متواضع، يعني حلم طفلة، أبوها الملك وأمها كانت الملكة. البنت هذه يا جماعة ودها إنه أبوها ينظر لها بشكل مختلف بطريقة مختلفة، ودها إنها تشارك في مجلسه، ودها إنها توريه إنها تقدر تسوي أشياء كثيرة، مش بس تصب شراب للملك واللي معاه. يا بابا ترى أنا أقدر أحارب، أنا عندي تنين، أقدر أروح أبطش في أعداك في شرق الأرض وغربها، أقدر أكون مستشارة، أقدر أساعدك في أمور كثيرة، اعطيني مجال أكون شخص ذو فائدة. البنت كانت تصلي لأول مرة في حياتها وأول دعوة جات في بالها أبغى أبويا ينظر لي بشكل مختلف، ولكن للأسف دائما ما يلقى الملك فيسيريس طريقة إنه يشوتها المكان بعيد. الملك فيسيريس حرفيا قاعد يبعد كل شخص مفروض يكون جنبه ويستحق الثقة، وجايب جنبه أكثر شخص ما حد يثق فيه، وأقصد بالشخص هذا اللي هو أوتو هاي تاور. أوتو هاي تاور يا جماعة قاعد يحرك فيسيريس كذا يمين يمين يسار يسار، وبشكل عام المجلس حق الملك فيسيريس هذاك ما فيه ولا واحد يقدر يحرك الملك فيسيريس بالطريقة اللي احنا نتوقعها او ما نتوقعها الا اوتو هاي تاور. البقية كلهم كذا تحصيل حاصل، يهرجون يهبدون، بعدين اوتو هاي تاور يقول
لا. أكثر شخص عنده تأثير قوي على الملك فيسيريس مش بنته ولا زوجته ولا أي أحد في هذا العالم ولا ديمون ولا أي أحد. أوتو هايتاور عليه اللعنة، وحلقة اليوم أثبتت لنا هذا الشيء بشكل واضح جدا. عموما نرجع للأميرة رينيرا ومحاولاتها التعيسة في تغيير نظرة أبوها لها. على سبيل المثال لما كان فيسيريس جالس في اجتماع مع مستشارينه دخل عليهم لورد كورليس مسكين قامت أم العافية، يا جماعة الخير داخل على الله ثم عليكم، يا فيسيريس أنا بوجهك، عيال الكلب اللي في جزيرة سيبستون عذرتك منهم قبل فترة وقلت لك إنه لازم نوقفهم عند حدهم، العصابة هذه أو الكراب فيدر بدأوا يكبروا بدأوا يسيطروا وعاثوا في الأرض فسادا وجالسين يعذبوا أم خلق الله، يا ساتر منظرهم هم يتعذبوا ويجيب المرض. المهم لورد كورليس يرجع يقول له أما آن الأوان إننا نبطش فيهم ونوقفهم عند حدهم ونوريهم الخطوط الحمراء تبعهم. طبعا كل اللي في المجلس لا 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 ما الحرب دقيقة بنشوفها بنعوضك اصبر، ما في حد جاب هرجة. رينيرا يا جماعة كان عندها اقتراح، واقتراح جدا جدا جميل ومنطقي عسكريا وسياسيا. البنت قالت يا بابا انا معايا تنين، عندنا ناس كثيرين يركبوا تنانين، ارسلنا عليهم، وترى يا بابا مو شرط نروح نحرقهم ونقطع ابو جدهم، لا لا خلينا على الاقل كذا ايش نهوش لهم نهوش لهم كذا نمر عليهم بالتنانين. سلام يا بالحال طيبين اي انتبه انت وياه فحمة على طول. لا لا من جد خلينا على الاقل نروح نهوش لهم كذا بكم تنين ونوريهم انه احنا المسيطرين احنا السادة، هاي انتبه لنفسك. كورليس اعجبوا الكلام مرة، اوكي كلامها يخدم مصالحه بس كلامها برضو منطقي، اخيرا احد في هذا المجلس قاعد يتكلم ويبغى يتخذ قرار كويس. ولكن للأسف القرار هذا جاء من مين؟ يا من الأميرة المسكينة اللي وظيفتها تصب خمر للملك واللي معاه. لو القرار هذا جاء من أوتو هايتاور كان شفنا التنانين سرت من زمان وحرقت وخلصت الليلة. وعلى طول في سيرس بعد هذا الكلام ايش سوى؟ زحلقها وباستشارة مين؟ أوتو هايتاور. لا لا الأميرة عندها شغل ذاني خليها تروح تخلصه. عموما على طول ايش ما خلاها تكمل كلامها الملك فيسيريس قال لها روحي روحي اختاري لنا ايش حارس الملك الجديد. وهنا نقدر نقول بوم تمت الزحلقة بنجاح. رينيرا ما وقفت قالت لا انا راح اثبت لابويا اني اقدر اكون شيء ثاني. حبت انها تثبت لابوها انها تقدر تكون اكثر من مجرد ساقية خمر، حبت تثبت انها تقدر تكون اكثر من مجرد شخص يختار مين مفروض يكون كبير الحرس. عموما لما وصل خبر للملك فيسيريس او خبر تمرد الامير ديمون في جزيرة الدراغون ستون قررت رينيرا وقالت يا ابويا انا بنفسي اروح، انا اروح لانه اوتو هايتاور لو راح لحاله بيجيب ام الطامة، انا بروح واثبت لبابا في نفس الوقت انه انا اقدر اكون اكثر من مجرد ساقية خمر. وبالفعل قالت وفعلت، راحت ووقفت ديمون ورجعت مع البيضة اللي سرقها. بطلة بطلة الأميرة رينيرا بطلة عز الله أنها ما قصرت. وهنا يا جماعة لعله بدأت تتشكل صورة مختلفة بشكل بسيط لرينيرا عند أبوها الملك فيسيريس. لما رجعت كذا وقال لها أنت عصيتيني وماني عارف إيش، ورته إنه لا يا بابا أوكي أنا عصيتك بس ترى سويت حاجة مرة كويس، أوقفت سفك الدماء اللي ممكن يصير ورجعت لك البيضة المسروقة، ومش أي بيضة راح سرق البيضة اللي المفروض كان يأخذ ابنه اللي مات في المهد المسكين. لئيم لئيم ديمون. المهم انه جلست مع ابوها وجلستهم كانت ودية ولطيفة وبدأوا ايش يتصالحوا، لانه من بعد موت امها الملكة هو وريث اليوم الواحد على قولة ديمون، علاقة رينيرا بالملك فيسيريس كذا صار فيها فجوة. ولكن الفجوة هذه بعد ما رجعت بالتنين من الدراغون ستون الفجوة هذه بدأت تغلق بشكل تدريجي وصارت الامور بينهم احسن من اول بكثير، بل انه رينيرا دعمت ابوها في قرار زواج، وضحت له انها كبرت وصارت تشوف الغاية الأسمى أو مثل ما وصفتها الملكة التي لم تتوج رينيس طريقة سير الأمور. الوضع سياسي يا بنت ما في شيء شخصي، إذا تزوج أبوك واحدة ثانية بعد موت أمك مو معناته أنه يكره أمك، لا هذه طريقة سير الأمور علشان يحافظ على استقرار مملكته ويقوي أركانها وبالمرة كمان عشان يجيب له وريث بدالك يا أنثى. المهم يا جماعة رينيرا استسلمت وبدأت تشوف الواقع بطريقة بالغة بطريقة راشدة بطريقة عقلانية، فهمت الأمور. يا بابا أنت لازم تتزوج، انا فهمت، انا صرت اعرف ايش هي طريقة سير الامور. بس مسكينة رينيرا little does she know مسكينة صدم عيشتها. المهم يا جماعة من الجانب الثاني عندنا الاميرة أليسن اللي هي ابنة اللئيم اوتو هاي تاور. البنت هذه يا جماعة اللي فهمنا انه تربطها صداقة جدا جدا قوية وجميلة مع الاميرة رينيرا، يروحون ويجون مع بعض، يقرؤون مع بعض، يتونسوا مع بعض، وعندهم خطط انهم يفروا العالم على ظهر التنين
التنين مع بعض، لكن للأسف الصداقة هذه ما لها وجود في عالم يحكمه ملك ضعيف، ياب أقصد فيسيريس، ويشير فيه الخبثاء، ياب أقصد أوتو هايتاور. أوتو هايتاور يا جماعة للأمانة طلع وصخ مرة. أوتو هايتاور يا جماعة طلع مخطط لحاجة مرة بعيدة ما حد كان يتوقعها، أو على الأقل في الحلقة الأولى ما حد كان متوقع إنه هذا توجهه أو هذا مخططه. لما قال لبنته في الحلقة الأولى هاي البسي فستان أمك الحلو هذاك وتعطلي وتكشخي وروحي واسي الملك، كلنا قلنا إيش القذر هذا، إيش اللئيم ابن اللئيمة ذا. الآدم يبغاها تأخذ وتعطي معاه، يبغاها تتقرب من الملك، يبغى الملك يعجب فيها بشكل غير مباشر. وهنا اتضح لنا هدف أوتو تاور زي وضوح الشمس. الآدم من يوم ماتت الملكة وطفلها في المهد وهو مخطط كيف أزوج بنتي للملك في سيرس، وحنا جالسين نقول الله يقلع إيش القذر هذا، يخرب بيته ما أخبثه، خبيث خبيث. وبالفعل خلال 5 شهور مدري 4 شهور أيا كانت المدة هذه، الملك ارتاح لها، بدأ يميل لها، وهي كمان بدأت تكثر زيارة له، مش بيدها هي، لو بيدها تجلس هناك مع رينيرا ويقعد يطقطقون ويزولفون، بس أبوها غصب عن خشمه وصلحت له المجسم اللي انكسر. وأبصم لكم بالعشرة إنه أبوها اللي خلاها تصلح المجسم وتغلفه وتقدم له هدية. البنت ما تبغى، البنت مسكينة معقدة وعندها حالة نفسية من أبوها ذا، لعب حسبتها لعب. يا عم انت شفت أظافرها كيف مقطعة، أظافرها أصابعها كلها دم، البنت من التوتر ما غير تقطع في أظافرها وتعضعف أصابعها، البنت في ضغط نفسي ما يعلم به إلا الله. ترى ما تقدر تقول لا، يا ويلك تقولي لا، لأنها عارفة خبث أبوها وعارفة مكانتها المتواضعة في البلاد. أمها ميتة ولا تقدر تحميها، وأبوها أوتو هايتاور اللئيم والخبيث والداهية، أقصى شيء تقدر تسوي البنت هذه المسكينة أنها تعض أصابعها وتقطع أظافرها بس. أي شيء بيقولوا لها أوتو هايتاور بتقول آمين سمعا وطاعة مسكينة. وهنا يا جماعة بدأ يظهر لنا الفرق بين دهاء وعبقرية الشخصية. هنا اكتشفنا مين الحيوان اللي جالس يلعب لعبة العروش بالشكل الصحيح. أي نعم إذنك ما هي خربانة، أنا قلت لعبة العروش، لعبة العروش ترى موجودة في مسلسل هاوس اوف ذا دراجون بس على مستوى مختلف. عموما بالرغم من انه أوتو هايتاور واللورد كورلس وزوجته الملكة التي لم تتوج يؤمنون بالغاية تبرر الوسيلة، إلا انه الدهاء والخبث والتخطيط المضبوط له دور كبير في تعزيز الغاية تبرر الوسيلة. بالله خلونا نسوي مقارنة عشان أوريكم ونشوف مين اللي استخدم الغاية تبرر الوسيلة بالشكل الصحيح وعرف كيف يخدم مصالحه ويحقق أهداف. الآن كورلس وزوجة الملكة التي لم تتوج يبغون يزوجون بنتهم ذات الـ12 عام للملك فيسيريس لأهداف شخصية برضه. أوتو هايتاور برضه يبغى يزوج بنته للملك فيسيريس لأهداف شخصية برضو. حلو الكلام؟ حلو الكلام. كورلس وزوجته الملكة التي لم تتوج ايش سووا؟ راحوا عند الملك فيسيريس كذا بصريحة العبارة، سلام كيف الحال طيبين، زوجناك بنتنا ذات الـ12 عام، قلتهم احنا من ديرة واحدة وزوجتي بنت عمك ودم التنين موجود في عيالنا وعلاقة عائلاتنا معروفة منذ القدم، ولو اتحدنا بشكل مباشر مع الملك مباشرة راح نكون قوة مرعبة تخيف اعدائنا وتوحد صفوفنا. كلامهم حلو، كلام جميل، سياسيا ممتاز، اسبابهم جدا مرضية ومقنعة، ولكن للأسف فيه عقبتين في خطة كورلس والأميرة أو الملكة التي لم تتوج. أول عقبة، بنتكم يا عيال مرة صغيرة، بنتكم عمرها 12 سنة، بالرغم من أنه في عرفهم أو في عرف الكاتب أو عالم الكاتب الموضوع طبيعي، تزوجها الحين مو شرط تدخل عليها، أهم شيء أنك تعلن الزواج، لأنه زواج الملك يعتبر خبر جدا قوي ومريح للشعب والعامة ومغيظ في نفس الوقت للأعداء، حتى أنه رينيرا أيدته والمجلس أيد، فكرة ممتازة يا بابا، فكرة ممتازة يا سعادة الملك ولها نتائج قوية في المستقبل. ولكن كون البنت صغيرة وبريئة كان سبب لرفض الملك فيسيريس انه يتزوجها، هذا سبب. وهذه اول عقبة في خطة اللورد كورلس وزوجته الملكة التي لم تتوج او الملكة التي لم تكن. اعتقد لو كانت البنت كبيرة كان ممكن يختلف الوضع. ثاني سبب او ثاني مطب في خطة كورلس والملكة التي لم تتوج، حبيبي تراكم جايين متأخرين مرة متأخرين، في واحد جالس يخلي بنته تديت مع الملك من 5 شهور تقريبا، تاكل معاه وتشرب معاه وتضحك له وتقرا له كتب، باقي بس ترقص له وتسوي الهرجة. ومش اي بنت، بنت بالغة عاقلة أنيقة جميلة ذات منصب ومن عائلة نبيلة، وابوها مين؟ The hand of the king،
أوتو هاي تاور. يعني معليش السببين هذه دمرت خطة كورليس وزوجته الملكة التي لم تتوج. وهنا يا جماعة عرفنا قد إيش هاي تاور داهية ومش سهل أبدا أبدا. الآدمي مخطط للموضوع من زمان، من يوم رينيرا أعطت أمر للتنين إنه يحرق جثة أمها وأخوها. التنين قاعد يحرق من هنا، أوتو هاي تاور قاعد يطبخ من هناك الخطة حقه. رينيرا وفيسيريس جالسين يبكوا على وفاة الملكة، وأوتو هاي تاور هناك قاعد يخطط كيف يزوج بنته للملك فيسيريس. خبيث خبيث شيطان. عموما الخبر هذا، خبر زواج الملك من الأميرة أليسنت، ما كان سهل أبدا. أول حاجة يا جماعة لورد كورلس أنا مرة انكسر خاطري عليه، أقسم لا حزنت عليه. عارفين كذا اللي عدل جلسته وبيستعد لخبر سماع زواج الملك من بنته ذات ال 12 عام، كذا عدل جلسته واستعد. خلاص يا شباب احنا بنصير نسائب مع الملك للمرة الثانية. وتفاجأ إنه الملك ما راح يتزوج بنته، الملك راح يتزوج الأميرة أليسنت بنت أوتو هاي تاور. أخي الصدمة اللي على وجهه، الصدمة اللي على وجهه يا جماعة تحكي أشياء كثيرة. ونظرات أوتو هاي تاور وابتسامته اللئيمة زادت الطين بلة وقهرته أكثر وخلته يمشي ويطلع برا المجلس. وشفنا هنا بداية انشقاق لشخصية لورد كورلس، مش تمرد ولا انقلاب يعني، بس خلينا نقول إنه الآدمي إيش بدأ ياخذ خطوات كذا خاصة فيه من ورا الملك. غير كذا نفس الخبر هذا صدم أم عيشة الأميرة رينيرا، وشفنا كمان كيف المسكينة صلبت مكانها. صديقة عمري احنا بنروح نفحط انا وياكي بالدراجون. كانت متوقعة انه ابوها بيتزوج صديقتها. خلاص هذا قد يكون اعلان لنهاية هذه الصداقة الى الابد. وهنا يا جماعة بان لنا الفرق بين خطة اوتو هاي تاور اللي لها فترة طويلة قاعد يطبخ عليها، وخطة كورلس اللي ما لها يومين واجهضت على طول. كل شيء قاعد يسويه اوتو هاي تاور بسيط كان او كبير اعرفوا انه لحاجة في نفسه، ما في شيء لعيون الملك، علشان نفسه وبعدين الملك. من جانب آخر يا جماعة اليوم اتضح لنا أكثر قد إيش الأمير ديمون مرة خطير ويخوف. الآدمي ما هو بسيط، أوكي احنا عارفين إنه ما هو بسيط من الحلقة الأولى واتضحت لنا هذه الفكرة، بس اليوم تأكدنا أكثر. الجني هذا ديمون يا جماعة عنده جيش فوق 2000 شخص مخلصين له وينبحون ويعوون باسمه ومستعدين يعملون أي شيء لعيون الأمير ديمون. يعني حتى في مشهد قال لهم أوتو هاي تاور في دراغون ستون، أنتم مستعدين تشاركون خيانة الأمير ديمون لكم؟ ولا احد فتح فمه، ساكتين. بعدها بكم ثانيه من كلام اوتو هاي تاور لهم كل واحد طلع سيفه ووجهه في وجه اوتو هاي تاور واللي معه، كانهم يقولوا له يعني طز فيك وفي الملك، احنا ما نعرف الا الامير ديمون سيدنا وملكنا. غير انه ديمون يا جماعه زي ما قلت لكم معاه تنين مره كبير ويخوف ومسيطر على دراجون ستون، شخصيه خطيره شخصيه خطيره. عموما بعد ما خطه هاي تاور تم، وبعد ما الاميره رينيرا فقعت، وبعد الحوسه هذه كلها اللي صارت، شفنا ايش؟ شفنا اللورد كورلس والأمير ديمون مجتمعين بواحد من أجمل الحوارات اللي تمت في هذه الحلقة. اللورد كورلس أعطاها وضعية إيش؟ خلاص الآن زواج بنتي من الملك فيسيريس صار شيء من الماضي ومستحيل يصير، وخطة النايمة أنا والملكة التي لم تتوج باءت بالفشل. أحط رجل على رجل بقى وأقعد كذا أتفرج؟ لا، خليني أشوف حل سفني وأسطولي وسمعتي اللي جلست أبنيها لسنوات من عيال الكلب في جزيرة الستيبستون اللي جالسين يخلون السلطعونات تاكل في خلق الله. لحظة معايا ركز عزيزي الوجيه. ديمون عنده هدف انه يتقرب من الملك فيسيريس باي شكل من الاشكال، ولو فاكرين كل شيء قاعد يسويه من الحلقة الاولى الى الحلقة هذه طلع فعلا مثل ما قلت، علشان يحاول يلفت انتباه اخوه الملك فيسيريس بحيث يقدر يرجع ويكون قريب من العرش قدر الامكان، وممكن يكون الوريث الشرعي للعرش. يا سلام، هيا ركز معايا، كيف راح يوظف اللورد كورلس رغبة دايمون الملحة بحيث يخدم مصالحه ويحقق أهداف؟ أنا عندي أسطول لازم أحميه، عندي سمعة لازم أحافظ عليها، عندي مكانة لازم أحافظ عليها، الملك فيسيريس رفض كل اقتراحاتي، وإنت يا دايمون تبغى فرصة علشان تثبت نفسك للملك، مضبوط؟ هيا بسم الله، إنت وجيشك أبو 2000 مقاتل وتنينك الضخم المرعب، روح أهجم على الكراب فيدر في جزيرة الستيبستون بحيث تسترجع قيمتك ومكانتك عند الملك. لما أنا في هذا الحوار في شيء شدني، لما ديمون كان يقول لكورلس يعني فيما معناه أي ترى الملك أخوي لا تغلط عليه، أنا بس أغلط عليه، أنا أقول اللي أبغاه، أنت تحترم نفسك. أوكي صح إنه بيننا مصالح مشتركة والاجتماع هذا بيننا كذا إيش حركات فيه، بس اعرف حدودك يا وحش.
الملك فيسيريس اخوه. عموما اللي فهمناه يا جماعه انه كارلس قدر انه يبلف الامير ديمون بنجاح، واعتقد انه بالفعل ديمون راح يحرك جيشه وينطلق الى الكراب فيدر وجزيره الستبستون في الحلقات القادمه، او على الاقل هذا اللي اتضح لنا. ويا جماعه يبدو لي اننا راح نشهد واحده من اقوى المعارك، او على الاقل اقوى المعارك مبدئيا يعني في هذا المسلسل، كوننا للحين ما شفنا اي معركه، اذا صار الموضوع مثل ما هو مخطط له اللورد كورلس، جيش الامير ديمون وتنينه الضخم في مواجهه الكراب فيدر ديمون. وخلونا يعني ما نتوقع كثير وما نتخيل كثير، خلي الحلقات الجايه كذا تصدمنا تفاجئنا. معلومه مهمه كمان يا جماعه، بغض النظر عن توجه الملكه التعيس ومحاولاته البائسه في ايجاد وريث له، رغم من انه بنت رينيرا موجوده وما عليها قصور، الا انه ترى من جد الموضوع ما زال شكلي لا يهش ولا ينش. اوكي انا حطيتك يا رينيرا وريثه للعرش وجبت الناس يشهدون والكبار والامراء والاي كان يشهدون ويقسمون بالولاء لك، بس ترى يا جماعه مثل ما قالت لها الاميره رينيس، ترى مستحيل الشعب والقادة يوافقون على وريثة للعرش تكون أنثى، شئتي أم أبيتي ما راح تصيري الملكة، you're not going to be the queen. الموضوع اللي انت شايفته ترى شكلي رمزي إلينا الملك يشوف له صرفة، لأنه هذه طريقة سير الأمور. والمشهد هذا كمان برضو وضح لنا غيرة الأميرة رينيس من الأميرة رينيرا والشرخ الكبير اللي بينهم بالرغم من إنهم من نفس العائلة. وبرضو يا جماعة في نقطة مهمة لازم نرجع لها، لكل فعل ردة فعل، زواج الملك فيسيريس من الأميرة إليسنت ما راح يعدي ببساطة، أقصد بالنسبة للأميرة رينيرا. أوكي أنا أدعمك في زواجك يا بابا، أنا ما عندي مشكلة أنك تتزوج، بس تتزوج صديقتي أحا إيش ايش ايش فيه؟ فما ندري كيف ممكن تتصرف رينيرا تجاه هذا الخبر، او كيف ممكن يكون هذا الخبر نقطة تحول لشخصية الاميرة رينيرا، وكيف برضو ممكن تصير علاقتهم مع بعض، اقصد الاميرة رينيرا مع الاميرة إليسنت بعد الخبر ذا. اوكي لا تفهموني غلط، صعب جدا انه الزواج هذا يتمنع او ما يتم، لا غالبا حيتم، الملك يبغى كذا. ردة فعل كورلس شفنا خلاص عرفنا، الادمي شاف خطته فشلت قال يلا بسم الله خليني اروح انتبه لحلال يوسفني، ولكن ردة فعل رينيرا على هذا الخبر ايش الله واعلم. ملاحظة مهمة برضو يا جماعة، الجرح اللي انجرحه الملك فيسيريس في واحد من اصابعه على اثر جلوسه في العرش الحديدي لما كان يتكلم مع الامير ديمون في الحلقة الاولى، الجرح يا جماعة هذاك اتطور واصبعه صار حاجة تجيب الهم، بل انه على وشك انه ينقطع اذا ما وقفت اكل الجرح بيقطعوا له اياه. وهذا يرجعنا لنقطة مهمة ثانية، فاكرين الجرح اللي في ظهره؟ ترى مرت 4 شهور او 5 شهور من الحلقة الاولى، ايش وضع الجرح اللي في ظهرك يا وحش؟ باقي زي ما هو ولا قصيته ولا ايش سويت؟ وهنا يا جماعة تعلمنا درس مهم جدا، العرش الحديدي الوصول اليه صعب جدا، ولو وصلت له صارت الامور على خير، صعب جدا انك تجلس عليه، الجلوس عليه ما هو سهل ابدا. معلومه كمان اضافيه يا جماعه بخصوص الكراب فيدر، ترى ذولي ناس يبغى لهم حرق، لا لازم ينحرقون، لازم يجي كذا ديمون يروح يحرق ابوهم يسرع عليهم. شفت المشهد المرعب اللي جابوه لهم؟ يثبتون المساكين على خشبه كذا في مسمار في الارض ويقطعوهم كذا ويجرحوهم ويخلوا السلطعونات تيجي تاكلهم. واي واتس ذا بوينت؟ ليش يقلعون العنف؟ صرخات الناس اللي جالسين يتعذبون بحد ذاتها توريكم ايش العنف ذا. لا لا حقيقي أتمنى الأمير ديمون يسري عليهم بتنينه ويحرقهم حرق حرق. وملاحظة برضو على مشهد الدراغون ستون يا جماعة، مشهد جدا جدا جميل، وأقصد من ناحية السينماتوغرافي كان مشهد من أروع ما يكون، من وقوفهم على الجسر والسحب اللي حوالينهم إلى وصول تنين الأمير ديمون وإلى تدخل الأميرة رينيرا مع تنينها بدخولها الرهيب والجميل هذاك من تحت السحب، مشهد كان جدا جدا بديع. وفي النهاية يا جماعة الحلقة جدا جميلة ورائعة ومميزة، أبدع في كتابتها الكتاب وأبدع في إخراجها المخرج، وكل فريق العمل للأمانة ما قصروا، بالذات فريق المكياج السينمائي اللي عند السلطعون وياقل. للمعلومية الحلقة إلى وقت تصوير هذا الفيديو أخذت تقييم 9/10 على موقع IMDb، ومحدثكم الوجيه شخصيا أعطيتها تقييم 10/10. ليش لا، حلقة متكاملة من جميع النواحي وكشفت لنا أمور جدا كثيرة ورسمت لنا خريطة قد تكون بتساعدنا في فهم أو توقع ما هو قادم. يعطيكم العافية يا جماعة، اشتركوا في القناة لو ما كنتم مشتركين، واضغطوا على زر اللايك لو عجبكم الفيديو، وتعالوا تابعوني على مواقع التواصل الاجتماعي كلها موجودة في صندوق الوصف. كان معكم الوجيه، شوفكم في الفيديو القادم.